اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا ما يكفي من ادله على قيمه جنيه الاهلي والغطاء الذهبي المتمثل في هذه القاعده الشعبيه الضخمه جدا اللي بيتمتع بها النادي الاهلي واللي ثبتت بالقياسات العلميه حجمها قد ايه في السوق. مش كلام. وعلى فكره هذه القيمه وهذا الوهج الشعبي الكبير مش بس قاصر على الداخل، حتى عربيا هتلاقوا كتير من كبار نجوم العرب في كل الفترات يتمنوا يلعبوا في النادي الاهلي ويحسوا بقيمه النادي الاهلي. واحد من هؤلاء نجم الكره الليبيه الاشهر في تاريخ ليبيا، الموهوب طارق التايب، كان ضيف على الكابتن احمد شوبير. قال كلام من المهم المهندس عدلي يعلق عليه. مقابلتك في النادي الاهلي كان سنه كام يا طارق؟ 2001 كانت في شهر 8 على ما اعتقد. ايه اللي حصل؟ انا القصه طبعا هي كنت رايح جنوه في ايطاليا. جنوه متفاهمناش كده، صارت امور متفاهمناش على العقد. يوم رجعت من هناك كلمني استاذ يوسف. الاهلي المصري وكذا كذا، قلت له ما عنديش مشكله. وانا ذاك الوقت عندي مشكله مع النجم الساحلي. انا يوم جيت لمصر، طبعا انا قبلها باسبوع اصلا باسبوعين كان في ماتش ليبيا تصفيات كاس افريقيا 2002. كان الله يرحمه الكابتن محمد القواري، كان ماتش في بنغازي، ماتش الاياب كسبنا 2-0، عملت ماتش كبير. انا جيت طبعا كيف وصلت لمصر كان الاهلي المصري لعب مع ريال مدريد. ومانويل جوزيه لسه مع الفرق. كان وقتها في خالد بيبو، في حسام غالي في الطلعه بتاعته. في الطلعه بتاعته. انا وصلنا للقاهره، طبعا رحنا للنادي وكنت انت على الاقل حاضر معنا انت في النادي. كان مانويل جوزيه نذكر فيها هنا، استاذ عدلي القيعي. احنا جلسنا، طبعا قال لي الكابتن مانويل جوزيه قال لي تعمل تيست. قلت له عاد ما ينفعش اعمل تيست، انا قبل اسبوعين كاسب مصر كلها. صراحه قلت له كاسب مصر كلها. انت ازاي تعمل لي تيست؟ انا زعلت والله، زعلت. انت كنت غاضب جدا. انا زعلت. ما زعلت غاضب صراحه. انا لقيتك يعني الدنيا ظلام عندي، فهمت؟ ظلمت عندي. ظلمت. اتعملت تمام، قلت له تيست خلاص، السلام عليكم، سلمت عليهم. يوم ثاني على طول رجعت. وما سالش ربنا. وبعدها اصلا في 2002 و2003 2004 كلمني مع اتصالات كان منها تم الكابتن محمود الخطيب. لكن تمنيت بالعكس على الاهلي المصري. في شيء لاعب ما تمناش على الاهلي المصري. لكن جتني كده زعلت على نفسي، فهمت؟ جت على نفسي وقلت انا لا لا خلاص. ايه اللي حصل؟ يعني هل لانه طارق التايب قال انه مانويل جوزيه عايز يخضعه للاختبار، انت كنت واحد من المعنيين بالعلاقه المباشره، واحمد عبده رجع قال لا مانويل ما عملش كده، ايه الحقيقه بقى؟ هو احمد عبده قال لا، ده هو كان مصاب. ايوه الاثنين صح. الاثنين احمد عبده وطارق. وطارق ايه بقى؟ هتقول لي غريبه يعني ايه الاثنين صح، انا يعني بحاول اوفق يعني؟ لا هو كابتن حسن كلمني وقال لي كابتن حسن حمدي كابتن حسن كلمني وقال لي الاستاذ عثمان جنايح رئيس نادي النجم الساحلي رئيس وكان صديقه طبعا اتصل بيا وقال لي ان في لعيب مميز جدا جدا كان بيلعب في النجم وقتها كان بيلعب مميز جدا لعيب كويس قوي وهو او كان صلاح السعداني قال له هو طارق قال صلاح السعداني استقبله قال الكابتن حسن عايزينه يجي فالكابتن حسن سال الاستاذ عثمان جنايح شكر فيه جدا من الناحيه الفنيه قال له بس خلي بالك له طبيعه في شخصيته يعني نجم. حساسه نجم. حساس جدا وعايز يعني الكلام يبقى مع بحساب يعني فكلمني صلاح السعداني قال لي علي احنا جايين الصبح جه هو وفاروق الفيشاوي رحمه الله عليه وطارق التايب وقعدنا في اوضه الكابتن محرم واتصلنا بمستر مانويل جوزيه كان عنده تمرين يوميه بعد الصاله يعني فمستر مانويل جوزيه جه وقابله قدمنا له وعرفناه ان الراجل ده لعيب مهم ووضعه كذا وكذا 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 مارادونا الصحراء وعايز يجي يلعب في النادي الاهلي فمانويل جوزيه بس كده قال طب كويس ده انا عندي تمرين دلوقتي يا ريت تيجي تتمرن معانا يا ريت تيجي تتمرن معانا هو فهمها ان مانويل جوزيه عايز يختبره
ولكن اعتقد ان كان في سوء تفاهم. مستر مانويل جوزيه بيقول له طب عشان كان رايح على التمرين، فتعال شاركنا في التمرين ونتكلم في الموضوع. مش بهدف الاختبار، لكن اهو كي موجود. لكن هو اللي جاله على باله في ساعتها عمل ايه بقى؟ قال له لا انا مش هقدر اتمرن، انا اصلي مصاب وجاي اخد جلسه في النادي الاهلي. الاثنين صح. الاثنين صح، لان ده اللي اتنقل، ومانو جوزيه تصور انه فعلا جاي مصاب وجاي ياخد جلسه، واحمد عبده تصور هذا لانه كان موجود. ايوه. واخد بالك؟ ايوه. لكن على ما مشي مستر مانويل وانا هو راح قايم ومشي مع انا اكلم في يا عم مين ده الراجل بس هفهمه، اصبر استنى. خرج بقى زعلان فالاثنين صح، يعني هي الواقعه انا حضرتها وكنت موجود فيها وده اللي حصل بالظبط. اعتقد ان كان فيها سوء فهم اكتر منها كانت يعني مساله انه ياخد على الاختبار يعني.